مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. يا ربي البطولة هذه ما جاش بالساهل راهو تعبنا عليها برشا عام كامل بالحق تعب تاع عام كامل ما ممكن ما يراهوش برشا عباد اما بالحق تعبنا برشا عام سنة الحمد لله يا ربي فرحنا في اخر العام نهدي الجمهور التلتوشة ذي لعائلتي والجمهور ان شاء الله ربي ديما يفرحنا ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله الحمد لله اللي شفت درويت محلية قارية على صعيد الأودي على صعيد المنتخبات الحمد لله هزيت كل شيء شوف معناها سيزون كانت قوية برشا كيبات كانوا ينافسوا بشدة الحمد لله اللي كان عنده نفس أقوى اللي عمل سكري في سكر هو اللي توج الحمد لله وصلنا فرحنا عباد بعد 14 سنة تبع كيفاش وصلنا اليوم هزينا التيتر شامبيونا بطل تونس اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري ما كانتش سهله تعرفوا لي سيركونستانس اللي تعدينا بهم الكل فوت السيزون تعرفوا لي برشا عباد ضاعت الثقه نتاعهم فينا في لي جوار في الافكتيف والجروب هذايا تعدينا 30 حاربنا جبنا ماتشواتنا من قروان جبنا ماتش نتاعنا على الرادس الحمد لله وصلنا اليوم للي فينال نلعبوا ند للند مع النجم الرياضي الرادسي اللي هو فريق صعيب وصعيب برشا الحق نتاع ربي لكن ما صعبش علينا لانه كنا ابليكي وحاربنا على كل كوره بين زوز هذاك اللي خلى اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري بطل تونس ومش بلاش حتى تعبنا حتى احنا تعبنا برشا برشا راهو برشا صحيح كما قلت البطوله ما كانت سهله سيرتو بالنظام الجديد نتاع دو ماتش في بلاد الادفيرسير ودو ماتش في بلادنا الحمد لله الحمد لله يا ربي ديمي فينال عرفنا كيفاش نقلعوا الماتش من قروان وفي الفينال زاد عملنا نفس السيناريو تعب 6 سنين ما مشاش حرام وتعب العام هذا زاد ما مشاش حرام الحمد لله يا ربي مبروك على المستريه الكل ان شاء الله وان شاء الله زينا في الفينال الكوب ان شاء الله ترى تلعب كونت الفريق الحارز على دو دوبلي كونسيكوتيف مع النجم الرياضي الراتسي ما كانش ساهل بالكل احنا عملنا فريق متوازن من الاول ديو ديبا من الاول ما بديناش بكدا شامبيونا وبعد بشويه بشويه الحمله جبنا جي لونترينور سعيد بوزيدي كيف كيف برشا الدفاع جبنا دوزي ترونجي من طراز عالي كسبوا تشارلس وعلى اف او دي جي عملنا جروب باهي سوليدير سودي عملنا بوكو دو ستاج تعرف كما ترى اول عام نلعبوا مع بعضنا ونجمنا ربحنا النجم الرياضي الراتسي نجم يكون كان الحمد لله الاتحاد الرياضي المونستيري فريق كبير يلعب على تترويت عنده برشا عنده 14 سنه ما هز لقب يظهر يلزم البلاد تفرح والاتحاد الرياضي المونستيري ومسؤولين اللي خدموا الكل لازمهم يتوجوا والحمد لله توجنا بالبطوله وتوا مازال عندنا الكوب 11 ان شاء الله ما كانتش بطوله سهله كما تعرف كانت بطوله طويله سنين على 5 ماتش الحمد لله معناتها تكلاسينا معناتها في البلاي اوف مرتبه ثالثه مي احنا كنا عاملين معناتها حساب كونه بيجي يلزمنا معناتها نجيب اطراح من برا واللي يحب يكون بطل لازم يربح من داخل وبرا وهكم تشوفوا معناتها برهنا كونه احنا احسن كيف في تونس بعد 14 عام معناتها رجعنا لنفس التتويج هذه معناتها ماهيش خدمه نتاع سناك هاو هذه خدمه نتاع برشا سنين معناتها الباسكيت تاع مستير كل مره نوصل فينالات وربي ما وفقناش الحمد لله السنه كان توفيق من عند الله الحمد لله نشكر ربي برشا اللي وفقنا والحمد لله فرحنا الناس الكل ما كانتش بطوله سهله وخاصه كي كنا في توازن بلاس هي بريمير بلاس اللي خاسرين الصاله نتاعنا الحمد لله يا ربي عندنا ثقه في الجروب نتاعنا خدمنا على رواحنا بطوله الموسم كامل تعب ما مشاش خساره هذا وهاك تشوفوا كيف الاخر التتويج بالبطولة وجبنا ماتش من قروان وجبنا ماتش من رادس
وربحنا ماتش واك من الصعاب في مستير، كانوا صعاب باشا 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 بالضغط تاع الجمهور بالبريسيون تاع انت في بلادك ولازمك تربح. الحمد لله يا ربي التتويج جي، ما فماش حاجه تجيب لسان، كل شيء يجيب التعب. الحمد لله يا رب. ديفيسيل سيت On s'attendait qu'on va vivre une finale pareille avec une équipe de Rades qui était très forte. Donc on a su gérer les matchs bien, on les a négociés, surtout le deuxième match chez eux qui nous a donné plus de force pour gagner ce titre. On les a délivrés, notre public nous a poussés jusqu'au bout. Je pense que la ville de l'Université et l'équipe et les dirigeants méritent ce titre. J'espère que ça ne va pas être un dernier titre, ça va être un titre qui va vivre. محمد الكباني عضو هيئة مديرة مكلف بكرة السلة. موسم كان سهل، موسم كان صعيب، كنا نعرف اللي النجم الراتسي حامل لقب مش باش يكون منافس سهل، خاصة في الأمتار الأخيرة هاكم ريتو معناتها مش سهل باش تربح النجم الراتسي ثلاثة مقابلات، جمعية يعني تقريبا عندهم سبعة ولا ثمانية لاعبين في المنتخب الوطني. الأولاد كانوا رجال، جبنا مقابلة من رادس، أمنا اللي احنا النجم البطولة هذه نجيبوها في المستير. هاكم ريتو اليوم بالجمهور اللي حضر وبالناس اللي حضرت وبالأمبيونس اللي فما، مستحيل كنا نجمو نخرجوا الجمهور هذايا ماهوش فرحان. الحمد لله حققنا الأوبجيكتيف الأول اللي جينا على خاطره اللي هي البطولة، باش نخدموا توا عنا نفرحوا نهار وغدوة نبداو نحضروا النهائي الكأس، وإن شاء الله قدرة ربي إن شاء الله نحققوا الثنائي إن شاء الله سنة. شكرا.